فمن هنا اطلب من المحكمه الموقره ان شركه اوبر هي متهم تاني بالاهمال والتقصير. هي موجوده لدى شركه اوبر لان لم يتم توصيل المتهم بالمجني عليها سوى تطبيق اوبر، فهناك مسؤوليه جنائيه للتابع والمتبوع كما تعلمنا من المحكمه الموقره، وهناك المسؤوليه المدير، المسؤوليه الجنائيه للمدير. فاذا كانت شركه اوبر مدير فهي اتهمها من منبركم هذا بالاهمال والتقصير. لماذا يا معالي المستشار الجليل؟ في المتهم تبين انه يتعاطى جوهر الحشيش ولا غبار ولا تعليق على ذلك. معالي الوزير القول قول فصل، انا لم اتي من اجل الدفاع عن المتهم ولكني اتيت من اجل ان اتشرف بالمرافعه امام الهيئه الموقره واساندها في ظهور الحقيقه. النهارده لو على سبيل الجدل واعتبرنا ان محمود يتعاطى المخدرات وهو جوهر الحشيش كما جاء بتحليل المعمل الجنائي، وما سمات جوهر الحشيش؟ انه يجعل الانسان متزن ومتريس واحساس بالجوع وما الى ذلك، ورغم ذلك اهمال من الشركه. طب اذا كان هناك سائق اخر يتعاطى حبوب الهلوسه او الباركينول او 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 الى اخره، التي من عواملها وسماتها انها تحرك المتهم لفعل الجنايه وفعل الجريمه، فاين هنا الرقابه من شركه اوبر؟ شركه اوبر بتيجي اي حد النهارده يعمل لها فيش وتشبيه، مع الاسف ما بتتحرش دقته، ما بتتحرش دقه التحليل للمخدرات، اتعمل له ابلكيشن على التطبيق اصبح بيشتغل. طب النهارده هي الشركه دي بتنقل مين؟ بتنقل بنتي، بتنقل مراتي، بتنقل اختي، فاين تتحرى الدقه الشركه صاحبه التطبيق من ان الراكبه او الراكب محل امان؟ لا يوجد. ورغم ذلك شركة أوبر خالفت شروط التراخيص لها، كما تعودنا دائما وأبدا أن جميع تطبيقات شركات التوصيل على مستوى العالم وأولهم شركة أوبر، لابد من وجود كاميرا داخل السيارة وأن الرحلة تكون مراقبة. أين شركة أوبر من كل ذلك؟ غير موجودة، غير أن هي لما لقت أن الموضوع كبير ضحت بالمتهم. المشكلة عندها 30,000 40,000 سيارة، فلما الشركة تطلع بشكل كويس مع ان اللي هي قالته يدينها، يعني اقوال الاستاذ عثمان يدين الشركة، تضحي بمتهم. فمن هنا اطلب من المحكمة الموقرة ان شركة اوبر هي متهم تاني بالاهمال والتقصير.